اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم نهار جديد. لما بنتكلم عن التربيه ودايما طول الوقت كل اب وام نفسهم ولادهم يبقوا احسن منهم بشكل كبير، بنقول ان التربيه دايما في كل شيء هي الاساس. ممكن ابنك منها يطلع فاشل او حساس او يطلع احسن الناس. عشان كده النهارده هنتكلم عن واحده من العمليات اللي مش سهله ابدا ولا بسيطه. ليه؟ لانه لما بنتكلم عن التربيه الايجابيه بشكل خاص اللي منها ممكن نبني شخصيات وننمي افراد ومجتمعات. نفوس الاطفال اللي في وقت من الاوقات بتكبر وبتدخل علاقات وبتبني اسر، محتاجين ان احنا نركز فيها بشكل كبير جدا. ازاي؟ من خلال الشخصيات المختلفة جدا لاطفالنا، يعني الطفل العنيد، الطفل العصبي، الطفل اللي ممكن يكون كسول، وغيرها من المشاكل اللي بتتعرض ليها كل ام وكل اب بيكونوا مش عارفين يتصرفوا. وهل احنا مراية ولادنا؟ هل احنا ممكن نكون احنا لينا اثر كبير جدا في ولادنا وبالتالي بيطلعوا صورة مننا؟ هنعرف ازاي ممكن نعالج هذه المشكلات، وخاصة مع بداية العمر لاولادنا واطفالنا، من اول تاخر الكلام وحلمنا طول الوقت نسمع بابا وماما ونلاقي الوقت اتاخر والكلام اتاخر، تشتيت الانتباه، فرط الحركه والشقاوه الزايده، كل الحاجات دي نتصرف ازاي معاها وامتى بتحصل وازاي نعالجها؟ وتفاصيل اكتر هنعرفها النهارده مع ضيفتي العزيزه المشرفاني ومنورني في الاستوديو، اللي اسمحوا لي ارحب بيها، دكتور هيام عزام، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه والتخاطب بجامعه عين شمس. اسمحوا لنا نرحب بيها. اهلا بيكي دكتور. اهلا بحضرتك. يعني بنتكلم عن مرحله من المراحل مهمه جدا، هي حجر الاساس، الطفوله. ده حقيقي. طبعا الطفولة يا دكتور، لو بدأنا كده، أول حاجة الأم بتستناها بعد ما بيجي الطفل وينور الدنيا الكلام، تستنى تسمع كلمة ماما وبابا، دي فارغ الصبر. إمتى بيحصل تأخر الكلام وإمتى أقول ده طبيعي وإمتى أقول ده مش طبيعي؟ تمام. خلينا بس نصبح الأول كده على كل مشاهدينا الجمال، صباح الخير على الجميع، يا رب إن شاء الله كده دايما في سعادة وصحة نفسية. ولادنا هم أهم حاجة وأغلى حاجة في حياتنا، يعني نعمة من أفضل النعم اللي ربنا بيكرمنا بيها. الحقيقة موضوع تأخر نمو اللغة أو اضطرابات التخاطب بوجه عام، الحقيقة هي مش بتبدأ بس من مرحلة إن احنا نبقى بالفعل عندي طفل، لا. الغريب إنه سبحان الله هي بتبدأ من وقت ما يكون الطفل جنين في رحم الأم. يعني مسألة الكلام هي بتبدأ بمسألة السمع. يعني في مقولة علمية بتقول إن السمع هو نصف الكلام، فأنا لو مش بسمع كويس أو بطريقة صحيحة أو وظيفة السمع عندي مش شغالة بشكل جيد وفيه كفاءة، فبالتالي هيؤثر عندي فيما بعد في مرحلة النمو اللغوي. بتبدأ إزاي؟ إنه دايماً نوصي الأم أو الحامل، يعني طول ما لسه البيبي في رحمك من فضلك اتكلمي معاه، يعني اعتبري ان هو اوريدي انت شايفاه قدامك. يعني في دراسه علميه اتعملت من سنين طويله وتاكد مدلولها ونتائجها على مدار كل السنوات، وتجددت بقى الدراسات دي كمان، انهم عملوا كده تجربه على بعض الامهات الحوامل وفصلوا جزئين، خلوا عينه منها عرضوهم ان دايما الامهات او السيدات الحوامل دول يقراوا قصه معينه يوميا بانتظام وفي نفس اليوم في نفس الوقت. المجموعه الثانيه ما عملوش معاها ده، يعني سابوهم، دي مجموعه اسمها مجموعه ضابطه. بعد ما تم ميلاد هؤلاء الأطفال، وجدت الأمهات اللي كانت منتظمة على إنها تقرأ القصة بشكل يومي، وقت ما الطفل يبدأ يصرخ يبكي يبقى عنده بعض الألام، فلما تبدأ في إنها تروي هذه القصة بصوت حاني وبصوت هادي زي ما هم عودوها ودربوها، يبدأ الطفل ينتبه ويبدأ بكاؤه يقل تماما. الله. ويبدأ يستمع للي ماما بتقوله وبحد ما يهدى خالص ويبدأ ينام. هي. المجموعة الثانية لا طبعا ما فرقش معهم ده. وده بقى بناخد منه انه سبحان الله العلي العظيم، ليه بنلاقي انه في اطفال واحنا بنعتبرهم يا حبيبي، يعني من الاعجاز في خلق الله، يعني لما يبقى طفل عنده 4 سنوات و5 سنوات لسه النمو اللغوي عنده ما تمش اكتماله كما ينبغي ان يكون، وحافظ القرآن الكريم
ازاي؟ ودي فعلا من الحاجات اللي بتفاجئ بيها جدا. هتلاقي دايما ان الام كانت مثلا حافظه للقران الكريم او الاب حافظ للقران الكريم وكان دايما يعني يقرا القران او يشغلوا مثلا صوت القران الكريم، فبتلاقي الطفل عنده مخزون سمعي هو متخزن عنده في الذاكره عنده في يعني من قبل ما يتولد سبحان الله. يعني هما فعلا قبل الولاده حتى بتقولوا شغاله القران دايما وموسيقى معينه للطفل وهو لسه في بطن امه. ده حقيقي. فاذا مساله النمو اللغوي مش بتبدا بس من لما الطفل بالفعل يتولد، لا دي بتبدا من وهو جنين. طيب خلصنا الجزء ده، طب ايه كمان لازم الام تاخد بالها كويس قوي؟ هي حبيبتي وقت الميلاد طبعا هي بتبقى في حاله يعني لا يرثى لها، يعني حاجه صعبه جدا. لازم اسال فيما بعد بقى او الام او الاب يسال الطفل بعد ما اتولد على طول هل عمل اللي هي صرخه الميلاد؟ انت عارفه لما بعد ما بيتولدوا بيجوا الطبيب قالب الطفل كده التشهد الله اكبر لا ويفضل يخبط على ظهره عشان لو في اي سوائل او حاجه تنزل من ما تبقاش عامله مشكله في الرئه تمام والتنفس. فلو ما فيش صرخة الميلاد، يعني في بعض الأمهات لما بيجوني ونبدأ نعمل دراسة حالة بقى من أول ما كان اتولد مش بيعرف يا دكتور الأطفال هو اللي بيعملها غالبا، أسأل الطبيب اللي هو كان مسؤول طبيب النساء والولادة اللي كان واقف على أثناء عملية التوليد عملوها ولا لا بالظبط، أو الصف التمريض الطفل ده بكى ولا ما بكاش. أنا كأم بقى لما أبدأ أفوق أخد بالي هو الطفل ده بيبكي ولا ما بيبكيش، بيطلع اي صوت ولا ما بيطلعش، ده بيديني مؤشر إشارات. مبكر جدا ان انا عندي مشكله ولا ما عنديش. خلصنا المرحله دي، اخد بالي من مرحله الاربع خمس شهور بعد ما بيتولد بقى، خلاص بقى عنده اربع خمس شهور ست شهور، دي المرحله اللي احنا بنسميها مرحله المناغاه. يعني يبدا يطلع لي اصوات كده زي دادا بابا وهكذا تهتها ماما، هو مطلع اصوات لكن هي مش مدلول كلمات. يعني هي مش بتديني كلمه ليها معنى ومدلول، لكن هو دي اسهل الاصوات الشفهيه اللي بيقدر يطلعها. فبالتالي بيديني برضو مدلول ان انا عندي الحمد لله مؤشر صحي وطبيعي للغه عندي طبيعي. طيب لو ده ما حصلش لحد عمر السنه الاولى وما طلعليش عند عمر السنه الاولى كلمه بيفهم، يعني بيدرك عنده اللغه الاستقباليه، عندي في اللغه حاجه اسمها لغه استقباليه وتعبيريه. استقبالي يعني بيفهم الاوامر وبينفذ، اقول له هات ده حط ده اطفي النور هات الموبايل، فاهم وبينفذ. لكن ما بيعرفش يعبر، ما بيعرفش يطلع كلمه ولا صوت. يبقى ده برضو مؤشر. بتجيني امهات كتير قوي تقول مثلا بيجوني بعد اربع خمس سنوات والطفل ما طلعش كلمتين على بعض. طب انتوا ليه متاخرين؟ اصل بابا كان كده، بنت عمه ابن عمه كانوا متاخرين، وجدته تقول لي لا ما تستعجليش الولد كويس البنت بقت كويسه، انتوا مستعجلين عليه ليه؟ هو هيبقى هيتكلم فيما بعد. طبعا كل ده خطا جدا حقيقه، لانه ما ينفعش ابدا اقارن ابني حتى باخوه التوام. تخيلي حتى الاخوه الاشقاء التوام التوائم نفسهم مختلفين سبحان الله. تخيلي حتى في الجانب الجسدي مختلفين، فما بالك في الجوانب التانية النمائية؟ لا في اختلاف في اختلاف. فبالتالي ما ينفعش أقارن ابني بحد تاني خالص خالص. فلازم أخد بالي من كل الكلام ده، لازم الأم تاخد بالها كويس قوي قوي. مش هقول إنها تبقى أخصائية تخاطب، لكن لازم يكون عندي الحد الأدنى من المعرفة في جوانب النمو بتاعت ابني. يعني دلوقتي بقى سهل قوي موضوع الاطلاع عن طريق بقى النت، كل الناس دلوقتي بقى معاها موبايلات، معاها انترنت على الموبايل او في البيت، فبالتالي بقى سهل قوي قوي الاطلاع على بعض المعلومات. مش هاخدها مأخذ الجد، لان برضو بعض المعلومات بتبقى مغلوطة، لكن على الاقل هفهم يعني البوادر ايه، فتخليني أبدأ أخد إجراءات استباقية إنه ما خليش المشكلة تتعمق وتتجذر وفي الآخر أروح أبقى متأخرة ما أقدرش ألحق. كل شيء في بيكون يعني بدري بيكون أفضل، كل ما كان التدخل المبكر صحيح. أفضل كل المبكر. حاجة كل ما كانت النتائج أفضل وأروع بكتير جدا. بذكر السوشيال ميديا والتابات واللابات والموبايلات المنتشرة في إيدينا كلنا النهاردة، من الحاجات اللي ممكن تساهم في تأخر الكلام جدا
يعني مش بس للأسف تأخر الكلام، حتى الميول العدوانية، حتى السلوكيات العنيفة، حتى المشاكل، النمط السلبي للطفل، النمط الانطوائي للطفل، ممكن ألاقي طفل عنيف وعدواني جدا أو طفل منطوي تماما، مش بس المخزون اللغوي ولأنه عنده القدرة والطلاقة الكلامية، لا، الحقيقة أنه استخدام الوسائل التكنولوجية وخاصة الشاشات لها تأثير بالغ جدا 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 من الضرر على الأطفال. يعني خلينا نقول كده بذكر الموقف، يعني أنه في حاجة عندنا اسمها المعادلة، معادلة المشاهدة الآمنة، بمعنى أنه لو أنا ابني عنده مثلا 5 سنوات، المفروض أنه معدل الوقت اللي هيتعرض ليه للشاشة ماكسيموم 30 دقيقة في اليوم، وما يكونش دايركت، يعني تكون متقسمة. ده يعني 30 دقيقة دي بريك خالص. احنا تقريبا اغلب يعني الوقت الامهات مصدره اولادهم عشان تخلص، عشان تريح، عشان تعمل اللي وراها، فعلى طول يا قدام الكرتون يا مع الموبايل او التابلت. والله دي كارثة. عارفه لو حضرتك هم يدركوا مدى الكوارث اللي بتحصل فيما بعد، هم حبايبي هيتصرفوا باي شكل من الاشكال علشان يتفادوا انهم يسيبوا اولادهم قدام اي شاشه. يعني كل الابحاث الاجنبيه كمان اكدت انه ممنوع تعرض الطفل لحد 4 سنوات ولو دقيقه واحده، تخيلي ولو دقيقه واحده للشاشات، ممنوع. كارثه حقيقيه. لازم يبقى يكون عندي انشطه بديله، يعني بدل ما انا اسيبه قدام التلفزيون او الكرتون او تابلت او ايفر ايا كانت النوع، الحاجه المستخدمه ايه، انا احط له انشطه تساعد على تنميه مهاراته. على زي الحاجات اللي التسونامي والحاجات اللي بالظبط يعني كده، سوري، الحاجات بتاعتنا بتاعت زمان، الميكانو، عارفه الفك والتركيب والمكعبات، انه اجيب للبنوته مثلا الحاجات اللي هي بتاعت الاكسسوارز اللي هي بتاعت اطفال دلوقتي، العاب تبدا تعمل اكسسوارات، اطلع بقى المواهب بالظبط. فانا هتلاقي عندي بخدم اهداف كتيره جدا جدا. طيب واحده من الحاجات كمان اللي بيعاني منها كل ام واب وهو فرط الحركه وتشتت الانتباه، وبنعرفش نفرق هو الطفل شقي شقاوه طبيعيه ولا ده فرط حركه. تمام. الأطفال في المرحلة الطفولة المبكرة من أهم خصائصهم هو الفضول والاستكشاف. فبلاقي ابني مثلا في عمر 4-5 سنوات هو حبيبي يروح مكان جديد، عايز يبدأ يعرف ده إيه، يدور، يفتح مكان، يفك لعبة، فبالتالي الأم تقول إن ده شقي جدا وعنده فرط حركة. للأسف بقى معظم الناس بتلصق بأبنائها هذا الاضطراب بدون وعي. يعني في فرق كبير قوي ما بين ابني شقي بحكم المرحلة النمائية اللي هو فيها، وفي فرق يعني شاسع جدا جدا ما بينه وما بين اضطراب فرط الحركة. اضطراب فرط الحركة هو من أهم وأشهر الاضطرابات السلوكية وأكثرها انتشارا كمان، لكن هو ليه عمر زمني، يعني هي بيظهر في مرحلة الطفولة ماكسيموم لحد 12 أو أقل من 12 سنة، لكن ما ينفعش مثلا فجأة بدون مقدمات ابني عنده 13-14 سنة وأقول أصله جاله فرط حركة، لا، ده حاجة تانية خالص. حاجة كمان ما أقدرش أقول إن هو عنده فرط حركة حقيقي إلا بشروط محددة. طبعا ده غير الكهرباء الزايدة. الكهرباء دي حاجة تانية خالص. الكهرباء الزايدة. كان زمان احنا كنا دايما بنربط ما بين انه طفل عنده كهرباء فاكيد فرط الحركه مرتبط بيها. دلوقتي الابحاث الحديثه اثبتت ان الكهرباء حاجه وفرط الحركه حاجه تانية خالص. تمام. امتى اقول ان ابني بالفعل عنده فرط حركه؟ اذا توفر شروط محدده. اولا فرط الحركه ليه 3 صور، ممكن يكون فرط حركه مع اندفاعيه، مندفع جدا، متهور بالبلدي كده، يعني ما عندوش القدره على استخدام العقل والتفكير لادراك الخطر اللي هو ممكن يحط نفسه فيه. يعني ممكن ابنك او بنتك تكون ماسكه ايدك وفجاه تيجي سايباها وتمشي في وسط العربيات، يبقى ده اندفاعيه. ممكن جدا ابسطها، وحضرتك بتتكلمي مع اختك او مع جارتك او مع مامتك او اي حد، تلاقيه على طول داخل في الكلام بدون اي مقدمات وملوش علاقه بالكلام اللي احنا بنقوله. ما تعرفيش تقولي جمله وهو قاعد. تمام. فده شكل من الاشكال الاندفاعيه. فرط الحركه ده كمان هتلاقيه بيتحرك بشكل عشوائي وغير هادف، يعني وهو ماشي
واضح جدا المسافه اللي قدامه. ممكن تلاقيه خبط في كرسي، خبط في ترابيزه، شد بيقع كتير، مسك شعر اخته شده، خبط فلان، زق فلان، قرص مش عارفه مين، فبيعمل ده بدون هدف. وبرده بيبقى فيه شق كبير لا ارادي، هو مش عاوز يعمل ده، بس هو غصب عنه مثلا. لكن هل هو مغيب تماما؟ يعني هو بكل الافعال دي لا اراديه تماما؟ لا، هي فيها شق لا ارادي بسيط. تمام. طيب امتى اقول برضو ان ده اكيد فرط حركه؟ لما انا في البيت اقول ان نفس الاعراض دي بشوفها على ابني، لما في المدرسه هي بيقولوا برضو نفس الاعراض اللي انا بشوفها، اذا راح النادي كمان مثلا، او رحنا عند تيتا، او قعد فتره عند حد من الاهل برضو نفس الاعراض. يبقى لازم ثلاث جهات مختلفه يتفقوا ان هو عنده نفس الاعراض بالظبط. تمام تمام. هنا خلاص بقت الحاله فرط حركه، كده بقى اصبحنا فرط حركه. مرتبطه كمان بالعمر الزمني زي ما قلنا، انه لازم يكون اقل من 12 سنه. اتغلب عليها ازاي؟ لان احنا بنطرح المشكله، وكمان لازم نعرف الساده المشاهدين الحل. تمام. هتغلب عليها ازاي؟ بانه اعرف اسبابها. رقم واحد اللي احنا كنا لسه حالا بنتكلم فيه، ان انا ابعد ولادي تماما عن الشاشات لفترات طويله. اشاعات يعني طلع. احنا قلنا اقصى حاجه خليها نص ساعه. الطفل كل ما يكون بيكبر شويه، مثلا عند عمر ال 12 عند عمر ال 11 الماكسيمم بتاعه يبقى ساعه، ومش ساعه دايركت، برده تبقى متقسمه. والام دايما تبقى ذكيه، اقول لها دايما خليكي ذكيه، استخدميه ثواب وعقاب. يعني خلص الواجبات بتاعته، الهوم ورك بتاعه، خلص المهام اللي حضرتك اوكلتيها اليه او قلتي له ينفذها، ساعتها ممكن اقول له خلاص هسمح لك بربع ساعه اولى. ما عملش الجزء الاول المطلوب منه، اتحرمت من الربع ساعه الاولى. تمام. يبقى هستخدم ده ثواب وعقاب، وقنن استخدام الوسائل التكنولوجيه. رقم اتنين، وده مهم قوي قوي، التغذيه العلاجيه الصحيحه. بمعنى ان انا ما سيبوش ياكل سكريات كتير، شوكولاتات كتير، مواد حافظه كتير، كل المياه الغازيه بانواعها. يعني حضرتك لو تتخيلي مثلا ان ال 100 جرام او الشوب واحد بس من المياه الغازيه فيه حوالي مثلا ما يقرب من كيس سكر مثلا. كمية سكر رهيبة جدا. صحيح. جدا جدا. فانت حضرتك تخيلي ان انا لما هاخد كوباية من المياه الغازية دي، او العصير حتى العادي اللي انا محليه بكمية سكر، فبالتالي المؤشر السكري في الدم بيرتفع جدا جدا، الهايبرة بتكسر. وبالتالي الهايبرة بتكتر. بعدها بشوية بيبدأ ينخفض بسرعة جدا، ويبقى عايز ياكل تاني. وهكذا نفضل بقى، يعني ده نلاقي سمنة الاطفال وسكر الاطفال وكمان الفرط الحركي. بالظبط. فبالتالي ما بنخلص ما بنخلص. الحاجة كمان المهمة، الحاجة بيئية بقى، أنه الولاد عندهم طاقة بحكم المرحلة النمائية. وحبيبي عنده طاقة، فأخرج أوظف الطاقة دي بشكل سليم وإيجابي. يعني ابني، كل الأمهات اللي بيجوا بقول لهم يا جماعة، زي ما بنهتم بأن احنا نأكل ولادنا ونشربهم ونلبسهم، وإذا تعب لا قدر الله لازم أوديه يتعالج، مهم جدا جدا، وده مش ترفيه، ده شيء واجب، أنه لازم يوم في الأسبوع خروج. مش هخرج عند تيتا وجدو أماكن مغلقة، لكن هخرج في أماكن مفتوحة فيها نسبة خضرة كبيرة جدا، مكان مفتوح، أجري وألعب وأتنطط، فأخرج الطاقة اللي عندي. هل بس أخرج الطاقة؟ لا، الحقيقة مش بس، لأن أنا لما بقول مكان فيه خضرة كتير، فأنا بالتالي هاخد كمية أكسجين كتيرة جدا جدا، فهتنشط لي خلايا المخ، فهتنشط لي الوظائف المخية، وهتساعدني أن أنا أكون أهدى، مش بس للصغيرين كمان للكبار. جميل. فيعني دي كده حاجات سريعة جدا. الجانب الدوائي لا يمكن إغفاله طبعا. يعني في بعض الحالات لازم تاخد دواء، لازم تاخد دواء، وتعامل طبي واختبار كمان عشان يعرف طبعًا درجة فرط الحركة. بعد كده بقى الجلسات بقى. جميل. خلينا بقى يا دكتور، احنا طبعا معانا اسئله كتير جدا، والثواب والعقاب مع الاطفال والثقه في النفس، لكن خلينا نقول دول هنفرد لهم حلقه. تمام. كبيره، لان وقتنا للاسف ازف، لكن انا عايزه روجيتا في نهايه هذه الفقره، ازاي نهيئ بيئه نفسيه صحيه لاطفالنا بعيده عن الضغوط؟ تمام. رقم واحد، اي مشكله دايما نقول ان اي مشكله نفسيه او سلوكيه اساسها هو شبكه العلاقات الاسريه داخل البيت. يعني بتبدا من مدى الاحترام والتقدير والموده اللي ما بين الزوج والزوجه. انا ابني احنا بالنسبه له القدوه، فلو شاف ماما او بابا لما بيختلفوا، الاختلاف طبيعي، لكن اختلف بشكل واعي ومحترم، اختلف مش قدام الولاد.
يعني فين زمان خش يا ولد اوضتك واقفل عليك. اختلافنا ما يظهرش قدام الولاد. ما ينفعش ابدا ان انا افرق ما بين ابني وابن تاني، لان احنا عارفين ان في فروق فرديه، في فروق فرديه كمان. يعني ابني ده غير ابن التاني، كل واحد عنده قدرات، فما ينفعش اقول له شايف اخوك، بص لاخوك، بص هو بيذاكر ازاي، بص بينجز ازاي، بص درجاته عامله ازاي، من غير ما اقصد انا بكره الاخوات في بعض. صحيح. يبقى اذا عدم التفرقه ما بين الابناء ومراعاه الفروق الفرديه. رقم ثلاثه، ان انا البيئه الامنه للطفل، انه اديله مساحه من الحريه للتعبير عن رايه واحساسه بالامان، ما خلوش يبقى خايف انه يكلمني او انه مشكله واجهته فانه يحكيها لي. فده اهم ثلاث حاجات، مع الغذاء الصحي والنوم اهم حاجه، جوده النوم. جميل. النوم في التوقيت الصحيح اللي هو 10 بالكتير، 10 ونص ماكسيمم، وبعدين نصحى بقى. احنا على الاجازه كمان اعتقد هيبقى ليل نهار ونهارنا ليل، ارجو ان احنا نسمع كلام دكتور هيام. اتمنى التعليمات دي كلها تتنفذ، لو اتنفذت اعتقد هتبقى هي دي التربيه الايجابيه اللي بجد لاولادنا، ويطلعوا يعني نفسيه احسن وفي بيئه احسن. بشكر دكتور هيام معزام، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه والتخاطب بجامعه عين شمس. نورتينا يا دكتور، بشكرك. شكرا جزيلا. الله يخليك، اهلا بيكي. شكرا جزيلا. كمان بشكر كل فريق العمل، و بشكر كل السادة المشاهدين تابعونا النهاردة، وإلى أن نلقاكم في لقاء جديد ونهار جديد وفريق عمل جديد. أستودعكم وعنايه الله وأمنه الذي لا تضيع دعوة، والسلام عليكم.